فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح، لكن الجنابة طهارتها أوكل وحدثها أكبر فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك.